لا ترمش، ركز في النقطة الحمراء الموجودة قدامك وراح أعد من 1 إلى 10، وإذا وصلنا 10 طالع في الغرفة الموجودة اللي حولك، راح تشوف كل شيء قاعد يتحرك. يلا نبدأ. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. انت تشوف الحين كل شيء قاعد يتحرك حواليك، حتى انا قاعد اتحرك. فاذا عجبك وشفتني اتحرك، لايك وفولو وشير واضافه.